السلام عليكم، معكم علي حسام من الفريق الأكاديمي لدفعة روح. إن شاء الله اليوم راح نشرح لكم المحاضرة السابعة اللي بعنوان تيلومفوسايتس اكتيفيشن. محاضرة شوي طويلة بما أن أعطاها الدكتور ناصر قبلان، بس إن شاء الله بنسهل عليكم، بتكون سهلة إن شاء الله. بسم الله، يلا نبدأ. بداية راح نتكلم عن مراحل التي سيل ميديتد إميون ريسبونس. زي ما بنعرف بالبداية لازم يصير عندنا تعرف على الأنتيجين. راح يصير عندنا اول شيء انتيجين ريكوجنيشن، بعد ما يتعرف عليه اللي هو التيلومفوسايت يتعرف على الانتيجين والام اتش سي كومبلكس، راح يصير عندنا تفعيل لهاي التيلومفوسايت، راح يصير تيلومفوسايت اكتيفيشن، وبعد راح يصير عندنا ايش الاكسبريشن للسيتوكاينز مثل الانترلوكين 2. تمام، بعد ما يصير عندك الاكتيفيشن لللينفوسايت راح يصير عندنا هون كلون اكسبانشن او بروليفريشن اللي هي التكاثر وزياده عدد اللي هو التيلومفوسايت، ويعمل لك اكسباندد بول. تمام، بعدها راح يصير عندنا اللي هو الديفرنشيشن، تخصص التيلومفوسايت النايف تيلومفوسايت لا اما شورت ليف افكتور تيلومفوسايت او لونج ليف ميموري تيلومفوسايت، وبعدها راح يشتغل كل واحد شغله حسب. اذا كان سي دي 4 هيلبر تيلومفوسايت راح يفعل لك الماكروفاج والبي سيلز، راح يعمل لك انفلاميشن. اما بالنسبه للسي دي 8 سايتوكسيك تيلومفوسايت راح يقتل لك الخلايا المصابه ويفعل لك الماكروفاج. تمام. هلا لما يصير عندنا ايش الانتيجين اكسبوجر، لما يصير عندنا التعرض للانتيجين، تعرض للمرة الاولى وتعرض للمرة الثانية. بعد التعرض للمرة الاولى راح يصير اول شيء بالبداية زي ما حكينا انه عندنا ايش الانتيجين ريكوجنيشن، بعدين راح تصير التيلومفوسايت تخرج لنا اللي هو كوستيمولاترز وسيتوكاينز اللي راح نتكلم عنها لقدام. هي produced mainly by تيلومفوسايت themselves او by antigen presenting cells. تمام، هون راح يصير ايش عندنا، راح يصير عندنا initial activation ل specific antigen stimulated naive tylenophocytes بالperiphery secondary lymphoid organs مثل lymph nodes. بعد ما يصير الاكتيفيشن زي ما حكينا انه عندنا راح يصير expression of cytokines primarily interleukin 2 اللي هي بتطلع غالبا من CD4 helper tylenophocytes. بعد ما يصير الاكتيفيشن راح يصير عندنا السيرفايفل جروث كلونال اكسبانشن بروليفريشن، وبعدين راح يصير عندنا التخصص ل اللي هو اما انتيجين سبيسيفيك شورت ليفد افكتور تيلومفوسايتس او لونج ليفد ميموري سيلز، وبعدين ميموري سيلز هاي راح نستخدمها بعدين بالسكند انتيجين اكسبوجر اللي هي بالافكتور فيس. تمام، بالنسبه للسكند انتيجين اكسبوجر راح يصير عندنا نفس الشيء. في البدايه لازم يصير عندنا اللي هو الانتيجين ريكوجنيشن، بعدين راح يصير عندنا اكتيفيشن للافكتور تي لمفوسايتس والميموري سيلز عشان نستخدمهم في الافكت افكشن. تمام، وبعدين راح يصير عندنا هلا الاليمينيشن للانتيجين سورس مثل مايكرو اورجانيزمز، واغلب الافكتور سيلز هون راح يموتوا. السيرفايفل سيلز الافكتور سيلز هون راح يتحولوا للميموري سيلز للسبسيكوينت اكسبوجر للتعرض مره ثانيه لنفس الانتيجين. تمام، موست رابيدلي داي، وبعدين تيس الميديت اميون ريسبونس هون راح يصير يقل عشان نحافظ على الهوميوستاسيس تاع تيس الميديت اميون ريسبونس. اما لو ما تغلبنا على لو ما تغلب التيلومفوسايتس على الانتيجينز هون راح يصير عندنا انفلاميشن وراح يصير عندنا تيشو دامج. تمام. بالنسبه للسي دي 4 هيلبر تيلومفوسايتس زي ما حكينا انه ايش بيسوي لك، بيطلع لك السيتوكاينز. ليش بيطلع لك السيتوكاينز؟ عشان يفعل لك الماكروفاج عشان يقتل لك اللي هو المايكرو اورجانيزمز، او انه بيفعل لك الدبليو بي سيز عشان يحفز لك الانفلاميشن، او انه بيضل باللمفويد اورجانز وبيفعل لك البي لمفوسايتس عشان يتحول لبلازما بلازما سيلز اللي بتطلع لك انتي بوديز ونسوي اللي هو هيمرال اميون ريسبونس. تمام، وكمان ايش بيسوي اللي هو بحفز لك اللي هو ميكوزال بارير فانكشنز. تمام، بالنسبه للسي دي 8 سايتوكسيك تيلومفوسايتس فهو بقتل لك الخلايا المصابه، الخلايا المصابه بالفيروسات او الخلايا المتورمه اللي هي زي ما بنعرف انه هي بتعرض لك الانتيجين المرتبطه بالام اتش سي كلاس 1 مولكيول. تمام. هسه راح نحكي عن الكي ستيبس ان تيلومفوسايتس اكتيفيشن، شو هي مراحل التيلومفوسايتس اكتيفيشن. زي ما بنعرف اول شيء لازم يكون عندنا الانتيجين ويصير عندنا التعرف على الانتيجين. هذا البداية بيكون عندنا البروتين انتيجينز، بنسوي له بروسيسنج. بعد ما نسوي له بروسيسنج راح يعطينا الانتيجين بيبتايد،
هذا الانتيجين بيبتايد راح يرتبط بكلاس بالام اتش سي مولكيول، سواء كلاس 1 بالنسبه للسايت توكسيك تي لينفوسايت او بكلاس 2 بالنسبه لهيلبرت تي لينفوسايت. وبعدين بعد ما يصير الانتيجين بيبتايد ام اتش سي كومبلكس، هون راح يصير عندنا برزنتيشن على السيل سيرفيس. بعد ما يصير برزنتيشن على السيل سيرفيس راح يجي تي لينفوسايت ويرتبط بالانتيجين ام اتش سي كومبلكس، وهاي هي تعتبر الـ first activation signal for T lymphocytes. فإحنا بالنسبة لـ T lymphocytes activation فإحنا بدنا two signals. أول signal اللي هو ارتباط T cell receptor بالـ antigen MHC complex. ثاني signal اللي حنحكيها قدام هلا اللي هي إيش الـ co-stimulation. تمام. بالنسبة للـ binding between اللي هو الـ TCR مع الـ antigen MHC complex هذا بيكون weak وunstable، بيكون ضعيف. عشان هيك احنا بدنا اشي يثبته، هالاشي اللي هو عندنا اكسسوار مولكيولز راح نحكي عنها قدام، هاي بنستخدمها تو ستابيلايز ذا بايندينج. تمام. وحكينا السكند اكتيفيشن سيجنال اللي هي الكوستيميليشن اللي بنستخدم فيها الكوستيميليتري مولكيولز وراح نحكي عنها قدام، مثل عندنا اللي هو البي 7 والسي دي 28. تمام. بعد ما يصير عندنا التو اكتيفيشن سيجنالز راح يصير عندنا هون ترانزدكشن اوف اكتيفيشن سيجنالز فروم ذا سيل سيرفيس تو ذا نيوكليوس بيها the second messenger، عشان هون بصير ننقل اللي هو الاكتيفيشن سيجنالز من السيل سيرفيس اللي صار عليه الارتباط للنيوكليوس عشان تطلع لك اللي هو السيتوكاينز عشان يعمل العمل. تمام. وهذا الجدول يعني راح يجي لقدام ان شاء الله، انه كيف شو المطلوب منكم وشو الاكسسوار مولكيولز والكوستيميليتر مولكيولز، في جدول لقدام هو المطلوب منكم ان شاء الله. تمام. هلا نتكلم عن التي سي ار كومبلكس كومبينيشن. شو هو التي سي ريسبتور مكوناته؟ التي سي ريسبتور هو مكون من ثلاث مكونات. اول واحد اللي هو تي سي ريسبتور، هذا بنستخدمه لايش؟ للانتيجين ريكوجنيشن. تمام. هذا هو التي سي ار اللي هو مكون من ايش؟ هو عباره عن هيتر دايمر من 2 disulfide bonded polypeptide 1 alpha 1 beta chain. تمام. هذا بنستخدمه لايش؟ لل زي ما حكينا انه responsible for the specific binding and recognition of antigen peptide MHC complex. فهون بصير ايش؟ الارتباط مع الانتيجين peptide MHC complex. تمام. العنصر الثاني اللي عندنا اللي هو زيتا، اللي هو homodimer of two zeta chains. هذا مسؤول عن the transduction of activation signals من السيل سيرفيس to the nucleus. هو مسؤول عن نقل الإشارات من السيل سيرفيس للنواة عشان تبدأ في عملها. تمام. والثالث عندنا اللي هو CD3 هو مرتب بزوجين، واحد اللي هو جاما إبسلون والثاني جاما دلتا. هذول بيكونوا invariant، يعني ما بيختلفوا من جين لجين. تمام. وهم طبعا don't contribute to the specificity of the interaction which is solely determined by the TCR اللي هو زي ما حكينا اللي بحدد لك the specific recognition والbinding اللي هو حكينا TCR اللي هو الالفا والبيتا chains. تمام. طب شو مسؤول عن شو مسؤول هذا CD3؟ هذا مسؤول عن الـ transport of the TCR complex ومسؤول عن الـ expression تاع الـ TCR على الـ cell surface تاع الـ T lymphocytes. تمام. فعندنا الـ TCR هو مكون من ثلاث مكونات. TCR complex مكون من TCR اللي هو المسؤول عن الـ binding، ومكون الـ TCR المسؤول عن الـ binding. عندنا اللي هو الزيت المسؤول عن اللي هو ينقل لك السيجنالينج من السيل سيرفيس للنيوكليوس، وعندنا السي دي 3 اللي هو ب تو بيرز اللي هو مسؤول عن الترانسبورت اوف ذا تي سي ار كومبلكس، مسؤول عن الاكسبريشن عرض هذا التي سي ار على التي لينفوسايتس. تمام. تمام ان شاء الله. تمام. هلا نتكلم عن الاميولوجيك سينابس اللي هو الجنكشن، هي المنطقة ما بين الكونتاكت between the T lymphocytes مع antigen presenting cells أو بين other target cells and affected cells في حال كانت اللي هو cytotoxic T lymphocytes with tight binding أو نحكي لها addition أو conjugation أو engagement association interaction أو reaction between إما بالنسبة لـ TCR مع اللي هو الانتيجين بتاعت MHC complex، وهاي حكينا زي ما حكينا اللي هو الفيرست اكتيفيشن سيجنال بتاعت التي لينفوسايتس، وحكينا انه هاي هي بتكون الويك بايندينج وانستابل بايندينج، فعشان هيك بدنا ايش؟ احنا حكينا انه راح نحتاج عندنا اكسسوار مولكيولز.
ثاني بايندنج اللي هو بين الاكسسوار مولكيولز وذير لايجنز، راح نتكلم عنهم هلا بالتفصيل. وهاي بنستخدمهم تو ستابلايز ذا بايندنج تاع التي سي ار مع الانتيجين بيبتايد ام اتش سي كومبلكس. ثالث شيء بين الكوستيميليتر مولكيولز وذير لايجنز، غالبا بين السي دي 8 والبي 7، وهي زي ما حكينا انه هي السكند اكتيفيشن سيجنال تاعت التي ليمفوسايتس. تمام. طيب نتكلم شوي عن الاكسسوار مولكيولز. الاكسسوار مولكيولز هاي هي عباره عن سيل سيرفيس بلازما ممبرين بروتينز، وهي بتكون غير مختلفه انفاريانت، تمام، وان دونت كونتريبيوت تو ذا سبيسيفيسيتي اوف انتراكشن، اللي حكينا هي محدده دائما طبعا بايش، بالتي سي ار كومبلكس. تمام. هلا بالنسبه للسيتوكاينز، السيتوكاينز هي بتزيد من الاكسسوار مولكيولز اكسبريشن، والسيتوكاينز بالتالي هي سيتوكاينز كان موديوليت ذا اميون ريسبونس، بيقدر يتحكم بالاميون ريسبونس عن طريق انه يزيد من الاكسبريشن تاع الاكسسوار مولكيولز وهيك. تمام. هذا الجدول كثير مهم، الدكتور يعني حكى انه غالبا راح يجي عليه سؤال، وكل سنه هيك بيجي عليه سؤال. بدكم تعرفوا لي في البدايه انه عندك اللي هو عندك هلا بالنسبه للتي سي ار حكينا هي بترتبط بايش، بالانتيجين بيبتايد ام اتش سي كومبلكس. تمام. هي هاي اللي هي الفيرست اكتيفيشن سيجنال. تمام. وهلا عندنا بالنسبه للاكسسوار مولكيولز راح نحكي عنهم. البدايه عندنا بالنسبه للاكسسوار مولكيولز في عندك ريسبتورز او بنسميها انتجرين، بتكون موجوده على التي ليمفوسايتس، ويكون عندنا راح لازم يرتبط لك باللايجند او اللي هو الاديسين اللي بيكون موجود على السكند سيل، سواء كان انتيجين ريزيستنج سيلز او كان اللي هو الانفكتد سيلز بالنسبه للسايتوكسيك تينوفوسايتس. طيب اول واحد راح بدنا اياه عندك اللي هو الاف اي 1 اللي هو ليمفوسايت فانكشن انتيجين 1، هذا راح يرتبط لك بالاي كام 1 اللي هو انترسيلولار اديشن مولكيول 1 الموجود على سكند سيل، وهذا وظيفته الاديشن. اغلب اللي هو الاكسسوار مولكيولز وظيفتهم اللي هو الاديشن. تمام. ثاني ريسبتور اللي عندنا اياه اللي هو عندك LFA2 او بنسميه CD2، راح يرتبط لك بال LFA3 او بنحكي اللي هو CD58. تمام. وهذا كمان وظيفته اللي هو الاديشن. عندك اللي هو عندك الثالث اللي هو ال VLA4، ال VLA4 راح يرتبط لك بال VCAM1، ال VLA4 اللي هو Very Late Antigen 4 راح يرتبط لك بال VCAM1 اللي هو Vascular Cell Adhesion Molecule، وظيفته كمان الأدهشن. تمام. وفي عندنا كمان اللي هو CD4 Core Receptor اللي هو بيكون موجود زي ما بتعرف انه على هيلبرت ليمفوسايتس، راح يرتبط بمين؟ راح يرتبط بالكلاس 2 MHT Molecule اللي بيكون موجود طبعا فقط على الأنتيجين Presenting Cells. اما بالنسبه لل CD8 Core Receptor ارتبط لك بالكلاس 1 ام سي مولكيولز اللي راح يكون موجود على الانفكتد سيلز، على الانفكتد سيلز. تمام. بس هذا يعني الجدول حفظ بدكم تحفظوه، وهلا راح نحكي عن كلمتين عن كل وحده، مع ان الدكتور مش طالبها منكم هدول، يعني هدول الثلاث نقاط ما قراهم، حكى اهم شيء الجدول اتركزوا عليه، بس بنقراهم مع بعض. عندك ال LFA1 binding to ICAM1، عندك الريسبتور زي ما بنعرف انه هو ال LFA1 الليمفوسايت فانكشن اسوشييت انتيجين 1، بيرتبط لك بال ICAM1 انترسيلولار ادهيشن مولكيول 1. تمام. هو عباره عن ممبر اوف اميونوجلوبولين سوبر فاميلي، زي ما بنعرف من المحاضره الخامسه انه ال ICAM1 هو يعتبر من الاميونوجلوبولين سوبر فاميلي، هو عباره عن ترانس ميمبرين سيل سيرفيس جلايكوبروتين. تمام. وهو وين بيكون موجود؟ typically expressed on the endothelial cells، على endothelial cells و cells of the immune system. تمام. البايندنج تبع ال LFA1 مع ال ICAM1 شو بيعدي لك؟ بيسوي لك activated T lymphocytes بترتبط بال endothelial cells و transmigrate into the peripheral tissues. تمام. فالبايندنج تاع ال LFA1 مع ال ICAM1 بيخلي لك activated T lymphocytes ترتبط بال endothelial cells و تروح لك لل tissues. بالنسبه لل LFA2، LFA2 الريسبتور اللي هو ال LFA2 LFA2 او ال CD2 راح يرتبط لك بال CD58 او ال LFA3، اللي هو ال LFA3 عباره عن سيل اديشن مولكيول اكسبريسد اون انتيجين بريزنتنج سيلز سبيشالي الماكروفاج. تمام. عندنا هلا لو حكى لك بقول لك لو صار عندنا اي اختلالات بال LFA3 جين راح يزيد لك هذا من ريسك اوف ذا مالتيبل سكلروسيس الامراض العصبيه،
والبايندينج تبع ال اف اي 2 مع ال اف اي 3 راح يزيد لك من الاديشن بين التينوفوسايتس والانتيجين بريزنتنج سيلز اللي حكينا هي اللي وظيفه اغلب الاكسسوار مولكيولز اللي هي الاديشن, ويزيد لك من الارتباط تاع التينوفوسايتس مع الانتيجين بريزنتنج سيلز. اما بالنسبه للفي ال اي 4 اللي هو في ريليت انتيجين 4 اد انفولفد ان ذا بايندينج تو اندوثيليوم. بالنسبه للليجاند عندك الفي كام 1 vascular cell adhesion molecule 1, هو كمان member of immunoglobulin super family, هو عبارة عن cell surface sialoglycoprotein, هو type 1 membrane protein which mediates the adhesion of the lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils للvascular endothelium سواء كان على large أو small blood vessels, وهي encoded by the gene which is expressed only after the endothelial cells are stimulated by cytokines. فهي فقط بتكون بتطلع من الجينات اللي فقط بتكون معروضة على endothelial cells اللي بتكون محفزة فقط بالcytokines. تمام تمام, الثلاث معلومات هذول يعني الدكتور ما قراهم أصلا, حكى اهم شيء تركزوا على الجدول اللي فوق هذا. تمام, هذا اهم شيء تركزوا عليه. تمام, وهيك بيصير البايندينج. يعني مثلا عندك بالنسبه للتي سي ريسبتور هاي, هذا هو هذا التي سي ريسبتور ارتبطت مع كلاس 1 ام اتش سي مولكيول. هاي بالنسبه للسي دي 8, عندك مثلا السي دي 8 هاي كور ريسبتور حكينا عنها اللي هي الاكسسوار مولكيولز, بتثبت لك البايندينج تبع stabilize the binding between the lymphocytes مع التارجت سيل. وهاي ال LFA2 كمان بيرتبط بال LFA3 وال LFA1 بيرتبط لك بالICAM1, هذول كلهم عشان ايش؟ يسوي لك adhesion between the lymphocytes مع التارجت سيل. تمام, تكلمنا عن accessory molecules, نحكي شوية عن costimulatory molecules. costimulatory molecules نفس تقريبا الaccessory molecules, هي عبارة عن cell surface plasma membrane proteins like the accessory molecules, هي بتكون invariant, وطبعا ما إلى دخل بالspecificity تاع الانتراكشن اللي بتحدد فقط بالTCR زي ما حكينا قبل. وحكينا الcostimulatory molecules هي بنستخدمها للsecond signal activation, وإحنا حكينا إنه قبل إنه عندك there are two signals required simultaneously for the full attase lymphocyte activation. أول واحدة زي ما بنعرف إنه هي الارتباط between T-cell receptor مع antigen peptide MHC complex موجود على الاكتيفيتد بروفيشنال انتيجين بريزنتنج سيلز. سكند سيجنال اللي هي الكوستيميليشن اللي هي البايندينج اوف ذا اكتيفيتنج ريسبتورز على الموجود على التينوفوسايتس اللي هي الكوستيميليتوري ريسبتورز الموجود مثل سي دي 28 والسي دي 28, وراح نحكي قدام عن سي تي ال 4, راح نحكي عن بي دي 1. المهم سي تي ال سي دي 28 ريسبتورز اللي موجود على التينوفوسايتس اللي برتبط لك مع الكوستيميليتر مولكيولز اللي موجودة على الانتيجين بريزنتنج سيلز او على الانفكتد سيلز اذا كان بالنسبة للسايتوكسيك تينوفوسايتس مثل ايش اللي هو البي 7. تمام, هذا راح يؤدي لك الى التينوفوسايتس اكتيفيشن لانه هاي سكند سيجنال اوف اكتيفيشن, وبالتالي النايف تينوفوسايتس طبعا زي ما بنعرف انه هي بتتفاعل فقط بالدينتريتك سيلز, والديفرنشيتد فانكشنينج افكتور لينفوسايت بتتفاعل لانتيجين اذر انتيجين بريزنتنج سيلز اللي هم الماكروفاج وعندك البي لينفوسايتس. فالنايف لينفوسايتس زي ما بتعرفوا انه هي بتتفاعل فقط بالدينتريتك سيلز, والديفرنشيتد فانكشنينج افكتور لينفوسايت بتتفاعل بالانتيجين بريزنتنج سيلز. تمام, هلا نتكلم عن الاحتمالات للتي لينفوسايتس لما يستقبل واحد او اللي هو الاثنين من الاكتيفيشن سيجنالز. تمام, نتكلم في البدايه لما يستقبل اللي هو البايندينج اوف بوث التي سي ريسبتور مع الانتيجين بيبتايد ام اتش سي كومبلكس اللي هو الفيرست اكتيفيشن سيجنال, مع وكمان ارتباط اللي هو كوستيميليتر مولكيولز وذ ذير لايجانز اللي هو سكند اكتيفيشن سيجنال. طبعا شو راح يصير؟ تينوفوسايتس اكتيفيشن, بالتالي شو راح يصير اللي هو يطلع لك اللي هو الاكسبريشن تاع الانترلوكين 2 والانترلوكين 2 ريسبتور برودكشن, راح يصير بروليفريشن وجروث وديفرنشيشن سيرفايفل, وعملنا هون اميون ريسبونس لما يرتبط ايش؟ لما يصير عندك التو اكتيفيشن سيجنالز. تمام, طيب لما يرتبط فقط الكوستيميليتر مولكيولز بدون وجود ايش؟ التي سي ار بايندينج, بدون وجود التي سي ار اللي بيرتبط مع يعني بدون وجود الفيرست اكتيفيشن سيجنالز, طبعا هم ما راح يصير اي ريسبونس لانه اصلا مش موجود عندنا الانتيجين المطلوب لهذا الاميون ريسبونس. تمام, طيب لو ارتبط الانت تي سي ار مع الانتيجين بيبتايد ام اتش سي كومبلكس
فقط بدون وجود اللي هو second activation signal اللي هو in the absence of the cause stimulation. هون شو راح يصير عنا؟ راح يصير عنا prolonged antigen recognition لأنه عنا ما في تفعيل للتي lymphocytes. راح يصير عنا هون إشي اسمه اللي هو energy اللي هي unresponsive يعني عدم اللي بتصير تي lymphocytes ما بتحس وراح تصير راح تموت راح تموت by apoptosis. تمام؟ فلما يرتبط الـ TCR مع الـ Antigen Peptide MHC Complex بدون وجود الـ Second Activation Signal اللي هي بدون وجود Cost Simulation هون رح يصير عنا الـ Energy و Mount اللي هو T Lymphocytes by Apoptosis. تمام؟ الحالة الرابعة اللي هو Binding of TCR مع الـ Antigen Peptide MHC Complex وارتباط اللي هو الـ Inhibitory CTLA-4 بدل اللي هو CD28 اللي هو الاكتيفيتوري مع اللي هو مع البي 7 يعني هذا كوستيميليتر مولكيولز بس هو يعتبر انهيبيتوري. طبعا هذا شو راح يصير عندك؟ داون ريجوليشن اوف ذا اميون ريسبونس راح يسوي لك انهيبيشن لا التي لمفوسايتس اكتيفيشن راح يسوي لك هون بعديها داون ريجوليشن اوف ذا اميون ريسبونس. فشو الاحتمالات اذا صار عندنا تو اكتيفيشن سيجنالز؟ راح يصير عندنا تي لمفوسايتس اكتيفيشن وبعدين اللي هو البرودكشن اوف تي انترلوكين 2 انترلوكين 2 ريسبتورز وبروليفريشن جروث differentiation survival راح يصير عندنا immune response. اذا ارتبط فقط الـ cost stimulator molecules بدون وجود الـ antigen antigen peptide MHC complex مع TCR binding هون ما طبعا ما راح يصير اي رد فعل وراح يصير ما راح يصير ايش عندنا. طيب لو ارتبط الـ TCR مع الـ antigen peptide MHC complex بعدم وجود اللي هو الـ cost stimulator molecules هون راح يصير عندنا energy unresponsive التي لمفوسايتس بتبطل تحسوا ايش بيصير موت لهاي التي لمفوسايتس باي ابوبتوسيس. واذا ارتبط التي سي ار مع الانتيجين بتاعت ام اتش سي كومبلكس الفيرست سيجنال اوف اكتيفيشن بس اللي هو كاستيموليتر مولكيولز اللي ارتبطت هون بتكون عندنا انهيبيتور اللي هو سي تي ال اف 4 ومثال ثاني عليها اللي هو بي دي 1 راح نحكي له قدام البايندينج اوف انهيبيتور سي تي ال اف 4 ريسبتور مع البي 7 لايجاند بدل السي دي 28 ها راح يصير عندنا ايش داون ريجوليشن اوف ذا اميون ريسبونس و inhibition of the T lymphocytes activation. تمام. هسه لازم نعرف شو بيكون موجود على كل خلية شو بيكون موجود شو بسوي expression لكل خلية. هلا بالنسبة لactivated T lymphocytes شو بيكون موجود عليها وactivated antigen presenting cells شو بيكون عليها. تمام. هلا بالنسبة لactivated T lymphocytes زي ما بنعرف إنه بيكون موجود عليها دائما اللي هو غالبا بيكون موجود عليها receptors وبالنسبة للantigen presenting cells بيكون عليها اللي هو ligands. تمام. لكن في هون طبعا لكل حالة شو. تمام. هون عندك الاكتيفيت تي لمفوسايتس ممكن يصير عليها اللي هو الاكتيفيت تي لمفوسايتس بيكون عليها سي دي 40 ليجاند على بالنسبه لاول واحد للسي دي 40 ليجاند سي دي 40 باثوي. بالنسبه للاكتيفيت تي لمفوسايتس بيكون عليها سي دي 40 ليجاند هو عباره عن ممبر اوف تيومر نيكروسيس فاكتور سوبر فاميلي. تمام. وهي طبعا ما بتشتغل لحالها كاست سيميليتر فور تي لمفوسايتس هي بتزيد لك من الاكسبريشن تاع البي 7 فهي بتشتغل بشكل اندايركتلي. تمام. وعلى الاكتيفيتد انتيجن بريزنتنج سيلز بيكون عندنا موجود الريسبتور تاع السي دي 40 هو كمان ممبر اوف تيومر نيكروس فاكتور ريسبتور سوبر فاميلي. تمام. شو الفانكشن او الرول تبعت هاي الباثوي؟ هاي بتزيد لك من التي لمفوسايتس اكتيفيشن وبتزيد لك من الاميون ريسبونس. شو بيصير كيف يعني الاكتيفيتد سي دي 4 هيلبر تي لمفوسايتس هاي بتزيد لك من ايش اللي هو سي دي 40 ليجاند اكسبريشن. تمام. هاي طبعا راح ترتبط بمين؟ بالسي دي 40 الموجوده على الانتيجين بريزنتنج سيلز. هذا الارتباط راح يزيد لك من الاكسبريشن تاع البي 7 وهاي هي يسميها البوزيتيف امبليفيكيشن فيدباك لوب. تمام. هذا البايندينج تبع البايندينج تاع السي دي 40 ليجاند مع السي دي 40 راح بشكل غير مباشر راح يفعل لك او يعطيك اللايسنسز او بنسميها اللايسنسينج فينومينا لا دينتريتك سيلز عشان تصير اكتيفيتد انتيجين بريزنتنج سيلز عشان تصير بيتر مور بوتنت اكثر فعاليه بتصير انتيجين بريزنتنج اكتيفيت انتيجين بريزنتنج سيلز وبتتفعل هاي الاكتيفيتد بتتفعل دينتريتك سيلز تصير اكتيفيتد انتيجين بريزنتنج سيلز راح يزيد لك راح تسوي لك زياده اكسبريشن لا البي لمفوسايتس وراح يزيد لك من السيتوكاينات اللي عندنا مثل انترلوكين 12 وانترفيرون جاما. تمام. فهاي اول باثوي. بالنسبه لثاني باثوي اللي هو سي دي 28 بي 7 سي دي 28 عندك فاميلي اللي هي مكونه اللي هي الريسبتورز اللي بتكون موجوده على اكتيفيت تي لمفوسايتس هي يا اما بتكون سي دي 28 بتكون هي بتعمل لك اكتيفيشن او سي تي ال اف 4 اللي هي الانهبيتوري الاثنين بيرتبطوا على البي 7
اللي بيكون موجود على الاكتيفيتد انتيجين بريزنتيك سيلز. طبعا اذا ارتبط السي دي 4 تي دي 28 بي البي 7 فراح يسوي لك اكتيفيشن ل تيلومفوسايتس، راح يسوي لك انيشيشن للاميون ريسبونس. ولو ارتبط السي تي ال 4 بالبي 7 زي ما حكينا انه راح يسوي لك ايش انهيبيشن ل سي تي ال 4، راح يسوي لك داون ريجوليشن للاميون ريسبونس. تمام، وهذا شو وظيفته هذا الباثوي؟ هذا بيعمل على النورمال ريجوليتوري بالانس اوف تي لمفوسايتس. طبعا هسه اذا احنا بدنا اميون ريسبونس فمين راح يرتبط عندنا؟ راح يرتبط عندنا سي دي 28، راح يرتبط عندنا سي دي 28 بالنسبه لل سي دي 4 بلس، فراح يسوي لك ايش اكتيفيشن للسي دي 4 بلس. شو راح يسوي لك كمان بالنسبه للتي سيل ميديتد اميون ريسبونس؟ راح يسوي لك انيشيشن للتي سيل ميديتد اميون ريسبونس. طيب في حال ارتبط السي تي ال، في حال احنا خلصنا من التيس المدية ام ريسبونس وقضينا سوينا إليمينيشن للأنتيجين وخلصنا منه، فهون لازم نحافظ على نسوي هيميوستاسيس للام ريسبونس، فبالتالي لازم يرتبط السي تي ال 4 اللي هو الانهيبيتوري يرتبط بالبي 7. فشو بنسوي هون؟ السي تي ال 4 لما يرتبط بالبي 7 راح يسوي لك انهيبيشن للتي لمفوسايتس، راح يعمل لك ايش داون ريجوليشن وتيرمينيشن للتيس المدييتد اميون ريسبونس. تمام، فوظيفته هون اللي هو بيعمل الحفاظ على التي لمفوسايتس، نورمال ريجوليتوري بالانس اوف ذا تي لمفوسايتس. تمام، وبالباثوي الثالث عندك اللي هو ايكوس ايكوس ليجاند باثوي. عندك الايكوس ريسبتور اللي هو بيكون موجود على الاكتيفيتد تي لمفوسايتس، هو عباره عن انديوسبل كوست سيميليتر، عباره عن كوست سيميليتر مولكيول اللي مرتبط على الايكوس ليجاند الموجود على الاكتيفيتد انتيجين بريزنتنج سيلز. شو وظيفته هذا الباثوي؟ وظيفته انه بيفعل لك فوليكولار هيلبر تي لمفوسايتس، بيفعل لك اللي هو اللي بيسوي لك فوليكولار هيلبر تي لمفوسايتس اكتيفيشن، وبالتالي شو بيسوي لك؟ بيفعل لك اللي هو تي لمفوسايتس ديبندنت انتي بودي اميون ريسبونس. شو بيسوي لك؟ بيعمل لك الانتي بودي اللي هو انتي بودي اميون ريسبونس اللي لازم تعتمد على تي لمفوسايتس، تي لمفوسايتس ديبندنت انتي بودي اميون ريسبونس اللي موجودين خصوصا وين؟ بالجيرمينال سنتر. تمام، فبالنسبه لل لازم تعرفوا هذا الجدول، شو السيل سيرفيس بلازما مبرين بروتينز الموجوده على التي لمفوسايتس والموجوده على انتيجين بريزنتنج سيلز، شو الرول تبعتها. تمام، نتكلم شوي عن سي دي 28 بي 7 فاميلي اوف ذا كوستيميليترز، ويعتبر من الموست امبورتنت والبيست كاركترايز كوستيميليتر باثوي بتفعيل التي لمفوسايتس اكتيفيشن. بس طبعا هو مش الوحيد، مثل ايش اللي هو الايكوس والسي دي 40 باثويز اللي حكيناهم فوق بتفعيل التي لمفوسايتس، فهو يعتبر ايش اكثر فاميلي او اكثر باثوي واهم باثوي بيفعل لك، بيقدر يفعل لك التي لمفوسايتس، بيقدر يفعل لك التي لمفوسايتس. كيف تصير؟ انه بيرتبط لك السي دي 28 ريسبتورز الموجود على الاكتيفيتد تي لمفوسايت سيرفيس بيرتبط لك مع البي 71 او البي 72 ليجاند اللي هو موجود على الانتيجين بريزنتنج سيل سيرفيس. اي معلومتين الدكتور مش طالبهم منا، بس انه بنشوفها، يعني انه هو السي دي 28 هو شو الستراكشر تبعه؟ هو عباره عن دايسلفايد لينكد هومودايمر، كل مونومر عليه ايش سنجل اكسترا سيلولر اميونوجلوبولين دومين. تمام، وهو سي دي 28 بيكون معروض على اكثر من 90% من سي دي 4 هيلبر تي لمفوسايت وعلى 50% من سايتوتوكسيك تي لمفوسايت الموجودين بجسم الانسان. تمام، شو المهم، شو المهام تاعت الكوستيميليترز بتفعيل التي لمفوسايت؟ في البدايه لما ما يتعرض لما ما يتعرض جسمنا لا اي انديوسنج ستيمولاي ولا لا مايكرو اورجانيزمز او انتيجينز، طبعا هون راح يكون الانتيجين بريزنتنج سيلز بتكون ريستنج انتيجين بريزنتنج سيلز، وبتكون ما عندها كوستيميليتر، كوستيميليتر ديفيشنس، ما بتكون عندها بي 7، بتكون البي 7 از ابسنت زي ما حكينا فوق بالاحتمالات اللي هي الثالثه. الاحتمال الثالث انه بس بيرتبط لما يرتبط لك فقط لما يصير عندك البايندينج تاع TCR مع الانتيجين MHC كومبلكس بدون وجود الكوستيميليشنز اللي هي مثل هاي. تمام، حكينا شو راح يصير عندنا، راح يصير عندنا انرجي وان ريسبونسيف، واللي هو انرجي راح يصير عندنا هاي البايندينج اوف اونلي TCR with antigen peptide MHC complex prolonged، راح يصير عندنا prolonged antigen recognition بدون وجود الكوستيميليشنز، راح يصير عندنا انرجي والديث اوف ذا تي لمفوسايتس باي اوبتيزيت. تمام، في حال تعرض للمايكرو اورجانيزمز او المايكروبيال انفكشنز او للسايتوكاينز اللي انتجت بالايرلي ميون ريسبونس، هون راح تتفاعل الانتيجين بريزنتنج سيلز وراح تسوي لك ايش، راح تزيد لك من الاكسبريشن تاع البي 7
فهذا راح يدي لك الايش النايف تي لمفوسايز اكتيفيشن، لانه هاي السكند سيجنال اوف اكتيفيشن. تمام، راح يصير عندك البي 7 راح يرتبط لك مع السي دي 28 راح يفعل او راح يعطيك اللي هو السكند اكتيفيشن سيجنال، بالتالي راح يفعل لك النايف تي لمفوسايز اكتيفيشن، وكمان راح يزيد لك من الاكسبريشن تاع السيتوكاينز مثل الانترلوكين 12، وهذا راح يساعد على التي لمفوسايت سيرفايفل البروليفريشن والديفرنشيشن للافكتور سيلز. تمام، فبعد ما يتفعل بعد ما يصير لك عندك اكتيفيتد انتيجين بريزنتنج سيلز ديو تو ذا اكسبوجر تو مايكرو اورجانيزمز او للسيتوكاينز اللي انتجت ديورينج انيت اميون ريسبونس، هون راح يجي لك من الاكسبريشن تاع البي 7 هي هاي السكند سيجنال اكتيفيشن، بالتالي راح يؤدي لك الى تي لينفوسايتس اكتيفيشن، نايف تي لينفوسايتس اكتيفيشن، واثنين انه راح يزيد لك من السيتوكاين اكسبريشن مثل انترلوكين 12 اللي راح يزيد لك من اللي هو تي لينفوسايت سيرفايفل والبروليفريشن ديفرنشيشن انتو افكتور سيلز. تمام، احنا لساتنا بنتكلم عن السي دي 28 بي 7 فاميلي. حكينا اول نقطه انه هي الموست امبورتنت والموست بوتنت ستيمولاتور اوف ذا تي لينفوسايت اكتيفيشن. ثاني شيء انه الاكسبريشن اوف ذا بي 7 كوستيمولاتورز بتكون بشكل منظم، ليش؟ عشان تتاكد انه تي سيل ميديت اميون ريسبونس هاي بتكون تبدا تقدر تبداها في الكوركت تايم والبليس. ف وهي ليش هيك؟ عشان انه احنا مثلا بدنا تي سيل ميديت اميون ريسبونس، فاحنا ايش بنزيد لك من الاكسبريشن تاع البي 7، يعني تعرضنا للمايكرو اورجانيزمز فراح يصير عندنا هون زياده من الاكسبريشن تاع البي 7، فهي ريجوليتد عشان تتاكد انه تي سيل ميديوم ريسبونس هاي بديناها بالكوركت تايم والبليس. تمام، بالنسبه للبي 7 هاي اكثر مكان بتكون معروض عليها هي ان الماتشور دينتريتك سيلز، عشان هيك احنا حكينا قبل تتذكروا بالمحاضرتين السابقات انه حكينا الجندريتك سيلز هي the only and the most potent stimulator of the T lymphocytes of the naive T lymphocyte activation. ليش؟ لانه هاي mature dendritic cells اكثر خلية تقدر تعرض على سطحها اللي هو البي 7، فعشان هيك هي ال most potent stimulator of the naive T lymphocytes. وزي ما حكينا انه هي ما في اي بي 7 اكسبريشن بيكون موجود على الريستنج انتيجين بريزنتنج سيلز، يعني كوستيمولاتر ديفيشنت بتكون ان اكتيفيتد نورمال تيشو. وبالنسبه للريستنج انتيجين بريزنتنج سيلز فهي ممكن تعرض على سطحها ايش سيلف انتيجينز، فلما تعرض على سطحها سيلف انتيجينز فممكن تيجي اللي هو سيلف رياكتيف تي لينفوسايت، التي لينفوسايت اللي بترتبط بالسيلف انتيجينز وترتبط في هاي الانتيجينز، فعشان هيك هي بتعمل كممكن فخ ايش عشان تسحب هذه السيلف رياكتيف التي لينفوسايت، وبعد ما ترتبط فيهم تعمل لهم ان اكتيفيتد وايش ماي بي ريندرد از انرجيك، وممكن تقتلهم باي الابوبتيسيس، بيصير لهم انرجيك وبعدين بيموتوا بالابوبتيسيس. هاي بالنسبه للسيلف رياكتيف تي لينفوسايت. تمام، وهي ما بتعمل طبعا اوتو اميون ديزيز بالنسبه للانيت اميون ريسبونس، لكن انه احنا حكينا انه ما في بيكون اي جزء معروض على الريستنج انتيجين بريزنتنج سيلز، لكن في جزء ممكن جزء قليل ايش يكون موجود على الانتيجين بريزنتنج سيلز تو مينتين التي ريجوليتوري سيلز. التي ريجوليتوري سيلز اللي هي عباره عن خلايا اللي هي كمان سبريسر للاميون ريسبونس اميون سيستم، اللي هو راح ناخذها قدام المفروض بالفاينل. تمام، وهي تي ريجوليتوري سيلز امبورتنت فور ذا توليرانس تو سيلف انتيجينز، وهي بتعتمد على البي 7 سي دي 28 ميدييتد كوستيميليشن فور ذير جينيريشن اند مينتنس. مش مهم المعلومه يعني، بس انه المهم تعرفوا انه اكثر جزء من البي 7 اكسبريشن بيتم على الماتشور دندريتك سيلز، وعلى الريستنج انتيجين بريزنتنج سيلز ما بيكون عليها اي جزء. تمام، واحنا بالنسبه للبي 7 اكسبريشن طبعا لازم يكون عندنا ايش استيمولا، لازم يكون عندنا محفز. المحفز هذا مثل ايش مايكروبيال انفكشنز او مايكروبيال برودكتس اللي هي راح ترتبط بالتول لايك ريسبتورز وبالسايتوك او بالتول لايك ريسبتورز، وكمان ممكن ايش الانديوس استيمولا يكون ممكن يكون سايتوكاينز مثل انترفيرون جاما صنعناها ديورينج الانيت اميون ريسبونس تو مايكرو اورجانيزمز،
بالتالي ايش هون راح يصير؟ زي ما حكينا فوق، بعد ما هذا الستيمولاي بيجي لك راح يصير لك اكتيفيت انتي انتيجين بريزنتنج سيلز، راح يزيد لك من الاكسبريشن تاع البي 7 على سطح الانتيجين بريزنتنج سيلز، بالتالي راح يسوي لك اكتيفيتد للنايف تي لينفوسايتس، ويعمل لك تي سيل ميديت اميون ريسبونس تو المايكروبيال انتيجينز، راح تبدا ضد هاي الانتيجينز اللي عملت هاي الاميون ريسبونس. وهذا مثال لا كيف الإنات immune response بيعزز لك من adaptive immunity عشان يعمل لك اللي هو optimal immune response against infectious microorganisms. تمام؟ فبس بدك تعرف انه عندك اكثر، زي ما بتعرف انه mature dendritic cells هي the most potent stimulators and the only one of the activator of the naive T lymphocytes. ليش؟ لانها هي الخلية، هي اكثر خلية تقدر تعرض على جسم على سطحها اللي هو البي 7، ما بيكون اي جزء من اللي هو ما بيكون اي جزء من البي 7 معروض على الريسنتنج انتيجين بريزنتنج سيلز. تمام؟ وهو ممكن تعرض ايش سيلف انتيجينز، بالتالي هي بتعمل كفخ بالنسبه للسيلف رياكتيف تي لينفوسايتس وعشان تقتنوا بالابوبتوسيس. وهي المعلومه اشطبوها يعني، اشطبوها. تمام. وطبعا اللي هو بالنسبه للاكسبريشن تاع البي 7 بيتطلب لك ستيمولاي، هذا الستيمولاي ممكن يكون عندك يا اما مايكروبيال برودكتس اللي راح تبرز لك تي لايت ريسبتورز او سايتوكاينز مثل انترفيرون جاما، وهي راح يزيد لك ايش من الاكسبريشن تاع البي 7 ويبدا لك التي سيل ميديا اميون ريسبونس. تمام؟ نتكلم شوي عن اللي هو البي 7 ونتكلم شوي عن الادجوفانتس. هلا البي 7 عنده تو تايبس، عنده نوعين، اما بي 7 1 وبي 7 2. وبقول لك عشان نزيد الاميونوجيسيتي اللي هو الاميون ريسبونس تاع الهابتنز، الهابتنز زي ما بتعرفوا انه هو عباره عن انتيجينيك بات نوت اميونوجينيك، يعني هو بيقدر يرتبط بال هو عباره عن انتيجين بيقدر يرتبط عليه التي لينفوسايتس بس ما بيقدر ايش يعمل لك اميون ريسبونس. تمام؟ عشان نزيد من الاميون ريسبونس تاعت الهابتنز احنا بنستخدم الادجوفانس. الادجوفانس زي ما بتعرفوا انه هي المايكرو اورجانيزمز المقتوله او الضعيفه، اللي هي عباره عن المايكرو اورجانيزمز هذول. تمام؟ وبالنسبه للويك انتيجينز ممكن نزيد من الاميونوجيك كمان تبعتها باي الاديشن اوف ادجوفانس. فالادجوفانس بنستخدمه عشان نزيد الاميونوجيسيتي اوف ذا هابتنز، وبنستخدمها كمان للويكر انتيجينز. بالنسبه للادجوفانس، الادجوفانس هاي كيف تزيد من الاميونوجيسيتي؟ عن طريق انها تزيد من الاكسبريشن اوف ذا بي 7، بالتالي ايش بتزيد لك من التي لينفوسايتس اكتيفيشن، بالتالي بتعمل لك ايش برايمري اميون ريسبونس تو ذيس بروتين انتيجينز. هلا بالنسبه للادجوفانس اغلبها بيقدر ايش يتعرف على التول لايك ريسبتورز، بالتالي هو شو بيسوي لك؟ اكتيفيتنج ذا مونونيوكلير فاجوسايتس inducing selective cytokines which can enhance هاي cytokines، ممكن تعزز لك التي هيلبر 1 والتي هيلبر 2 immune response. بيعتمد طبعا كل هذا على نوعية الادجوفانت، طبيعة الادجوفانت. وهذول بعض الانواع من الادجوفانتس الدكتور ما بده اياهم، مش طبعهم مش مهم، بس اعرفوا ايش اللي هو البرنسيبل تبع الادجوفانس، انه هو بيزيد لك من الاميونوجيسيتي تاعت الهابتنز او تاعت الويك انتيجينز عن طريق انه يزيد لك من البي 7 اكسبريشن، بالتالي هو بيعمل لك بيزيد لك من الهربرتي لينفوسايتس اكتيفيشن، وبيزيد لك من البرايمري اميون ريسبونس. تمام؟ احنا الحديث الان لسه بنتكلم عن السي دي 28 بي 7 فاميلي، اوكي، وحكينا انه هي the most potent، وحكينا انه هي بتكون البي 7 اكسبريشن بتكون ريجوليتد، وكمان بدك تعرف انه عندك النايف تي لينفوسايتس اكتيفيشن ريكواير الكوستيميليتري بي سي دي 28 بي 7 بايندينج سيجنالز which enhance or work together with the T cell with the T cell receptor antigen recognition signals. زي ما بتعرف انه T cell naive T lymphocytes عشان تفعلها بدها ايش اللي هو التو سيجنالز، اللي هي الاولى اللي هي T cell receptor مع ارتباطه مع الانتيجين، تمام، first activation signal، الثاني اللي هو ارتباط الكوستيميليشن مع their ligands اللي هي CD28 مع البي 7. تمام؟
هلا بالنسبه للبريفيسلي اكتيفيتد افكتور اند ميموري تي لمفوسايتس ار ليس ديبندنت اون كوستيميلاتوري سي دي 28 بي 7 باث واي. هلا احنا حكينا هذا كل الكلام عن التفعيل النايف تي لمفوسايتس، انه بيتطلب لك تو اكتيفيشن سيجنالز اللي هي الوحده اللي هي التي سيل تي سيل ريسبتور انتيجين بايندينج، والثاني اللي هو كوستيميلاتوري بايندينج مع اللايجانز. اما بالنسبه ل الافكتور تي سيلز والميموري تي لمفوسايتس، الاكتيفيشن تبعها بيعتمد بشكل اقل من الـ من النايف تي لمفوسايتس على الكوستيميليتري، وممكن يتفعل حتى بدون ايش وجود هذا الكوستيميليشن. تمام، فهي بالنسبه للبريفيسلي اكتيفيتد افكتور عن الميموري تي لمفوسايتس هاي ايبل تو ريسبوند تو انتيجينز بريزنتد باي انتيجين بريزنتنج سيلز which reside in the non-lymphoid tissues and express no or level or low level of B7. يعني تقدر هي تقدر تتفاعل بالنسبة للنايف تي، بالنسبة للفيكتور فيكتور والميموري تي لمفوسايتس هاي ممكن نفعلها بدون وجود هذا الكوستيميليشن اللي هو عبارة عن سكند، اللي هو كثير مهم أصلا للنايف تي لمفوسايتس اللي ما بقدر يتفاعل إلا بوجود هذا الكوستيميليشن. يعني مثال لما نحكي عن السيتوتوكسيك تي لمفوسايتس، الديفرنشيشن اوف انتيجين سبيسيفيك نايف سيتوتوكسيك تي لمفوسايتس انتو فيكتور سيتوتوكسيك لمفوسايتس، انه الاكتيفيشن تبعها ايش بتطلب؟ بتطلب الكوستيميليشنز. بات الفولي فانكشنال فيكتور، لكن الافكتور سيل سيتوتوكسيك تي لمفوسايتس تقدر تكتر اي خليه displaying that antigen اللي هي حتى لو ما كانت بتعرض الكوستيميليترز مولكيولز على سطحها. بالتالي انه النايف تي لمفوسايتس انه هي بتتطلب لك التو اكتيفيشن سيجنالز اللي هي التي سيل ريسبتور مع الانتيجين بايندينج، والثاني اللي هو الكوستيميليتر سكند اكتيفيشن سيجنال. لكن بالنسبه للبريفيسلي اكتيفيتد فيكتور سيلز تي لمفوسايتس والميموري سيل تي لمفوسايتس بتقدر تسوي لها اكتيفيشن، بتقدر تشتغل وبتقدر تقتل الخلايا بدون وجود هذا الكوستيميليترز على سطح الخليه. تمام، لساتنا نتكلم عن اللي هو CD28 family. هلا بقول لك انه في كمان other protein receptors شبيهة لمين؟ للCD28، وكمان في عندك ligands كمان شبيهة للB7 have been identified، وهم يا اما وهو كمان بيتحكموا بـ T cell mediated immune response اما positively، يعني بيسوي لك initiation لا initiation للimmune response بيعمل لك T lymphocytes activation، أو negatively بيعمل لك inhibition للT lymphocytes وبيعمل لك down regulation للimmune response. مثل هاي زي ما حكينا قبل إنه هو عندك الايكوس، ايكوس ligand pathway. الايكوس هو receptor اللي هو عبارة عن inducible co-stimulator، بيكون موجود وين؟ على T lymphocytes، activate T lymphocytes. بالنسبة للligand هو ايكوس ligand اللي بيكون موجود على الantigen presenting cells. زي ما حكينا البايندينج تبعه هو شو وظيفته؟ بيعمل لك اللي هو الفوليكولار هيلبر تي لمفوسايتس اكتيفيشن اللي بيؤدي لك الى تي لمفوسايتس ديبندنت انتي بودي اميون ريسبونس، سبيشالي وين؟ اللي هو البي لمفوسايتس الموجودين بالجيرمينال سنتر. كمان بالنسبه للسي دي 28 وسي دي 28 فاميلي، احنا بتعمل حكينا بتعمل ايش؟ نورمال ريجوليتوري بالانس اوف ذا تي لمفوسايتس، خصوصا مين؟ سي دي 4. السي دي 4 بتعمل لك اكتيفيشن اذا ارتبطت اللي هو CD28 ب ال B7، وبتعمل لك انهيبيشن اذا ارتبطت مين؟ اللي هو CTLA4، وانيشيشن وداون ريجوليشن ل CTLA4 سايتو هيلبرت لينفوسايتس CD4 هيلبرت لينفوسايتس، وهذا كله ديتيرمنت باي ذا بايندينج حسب بالنسبه للاكتيفيتنج اللي هو CD حكينا ال CD28، وبالنسبه للانهيبيتور ريسبتور اللي هو CTLA4. بالنسبة للإنهيبيتور ريسيبتورز عندك زي ما حكينا اللي هو CTLA4، وضيف عليها البي دي 1، بي دي 1 اللي هو بروجرام ديث 1. هذول وظيفتهم ايش؟ مينتين سيلف توليرانس، مينتين سيلف توليرانس، وبيمنعوا لك الاوتوميون ديزيز. فاذا صار عندهم اي خلل بالاكسبريشن تبعهم او الفانكشن بيؤدي لك الى ايش؟ اوتوميون ديزيز. ليش؟ لانه ما بيبطل عندنا في عندنا داون ريجوليشن للاميون ريسبونس، وبيضلك الاميون ريسبونس بيزيد فبيؤدي لك الى اوتوميون ديزيز. نحكي عن CTLA4. CTLA4 هو بيشتغل وين؟ بالنسبة ل بيتحكم بالT lymphocytes activation بالنسبة للinitial T lymphocytes activation الموجودين بالlymphoid organs. أما بالنسبة للBD1 بيتحكم بالimmune response of the differentiated effector T lymphocytes الموجودين بالperipheral tissues. فCTLA4 بالنسبة للinitial T lymphocytes activation الموجودين بالlymphoid organs، البD1 بالنسبة للdifferentiated effector T lymphocytes الموجودين بالperipheral tissues.
بالنسبة للأوتو إميون ديزيز، إذا صار عندنا أي خلل بالجين تبع اللي هو سي تي ال 4 أو البي دي 1، بالنسبة للسي تي ال 4 بيعمل لك مور سيفير ايش أوتو إميون ديزيز ذان اللي هو بالنسبة للبي دي 1 نوك أوت ماوس. نوك أوت ماوس اللي هو الفار اللي شلنا منه الجين المسؤول عنه، المسؤول عن السي تي ال 4 أو البي دي 1. فهو بقول لك إنه النوك أوت ماوس اللي هو المشلول منه السي تي ال 4 فهو بيعمل لك أوتو إميون ديزيز، بس بيكون أكثر حدة وأكثر خطورة من النوك أوت ماوس اللي هو مشلول منه البي دي 1 جين. ليش؟ لانه البي دي 1 هو حكينا مسؤول عن الديفرنشيت افكتور تي لينفوسايتس، والديفرنشيت افكتور تي لينفوسايتس بتقدر تميز بين اللي هو سيلف ونون سيلف انتيجنز. بقول لك هون اف ذير از نو سي تي ال 4 طبعا ما راح يصير عندنا هون ريجوليتوري انهيبيشن فور اميون ريسبونس، بالتالي هون راح يصير عندك تي لينفوسايت اكتيفيشن لما ترتبط اللي هو سي دي 28 ب لما يدخل لك الانتيجين ويرتبط لك سي دي 28 بالبي 7 بدل سي تي ال 4. هاي مقارنة بين اللي هو CD28 وCTLA4. هون حكينا بنعمل انه normal regulatory balance لمين؟ بالنسبة للreceptors اللي هم CD28 او CTLA4 هم عبارة عن members of the same CD28 family اللي برتبطوا بمين؟ بالligands اللي هم B7 اما 1 او 2 co-stimulators، بس كل واحد عنده ايش وظيفة. بالنسبة لل CD28 هو activating بيعمل لك activation للT lymphocytes، أما بالنسبة لل CTLA4 زي ما حكينا إنه بيعمل لك إيش اللي هو inhibition. تمام، هو وين بيكون موجود؟ بالنسبة لل antigen presenting cells، هاي ال antigen presenting cells بتتفاعل بدخول إيش لما تتعرض لا إما microorganisms أو بالنسبة لل cytokines اللي انتجت بال early innate immune response. وبيكون عندك الانتيجين بريزيتك سيلز بتكون بتعرض البي 7 على سطحها بتكون بشكل عالي، الاكسبريشن تاع البي 7 على سطح الانتيجين بريزيتك سيلز بيكون هاي، بس انه الارتباط تبع السي دي 28 مع البي 7 بيكون اقل ب 20 الى 50 مره افينيتي من الارتباط السي تي ال 4 مع البي 7. فعشان هيك لو كان موجود سي تي ال 4 و سي تي ال 4 وسي دي 28 فراح يرتبط سي تي ال 4 راح يسوي لك داون ريجوليشن للاميون ريسبونس. شو بيعمل لك سي دي 28 ارتباط سي دي 28 مع البي 7؟ بيعمل لك تي لينفوسايت اكتيفيشن وبيعمل لك ايش انيشيشن للتي سيل ميديت اميون ريسبونس. وبالنسبه للسي تي ال 4 فهو حكينا بيكون موجود بيكون بيرتبط على اللي هو resting antigen presenting cells، وزي ما حكينا انه هو بيكون co-stimulator deficient. وهاي ال antigen presenting cell يعني ما بتكون CTLA4 يعني بتكون موجودة هاي later in immune response، يعني متى؟ يعني بعد ما ننتهي من ال antigen elimination او بعد ما نسوي microorganism clearance نتخلص من microorganisms. وكمان بنعرف انه حكينا الريستنج انتيجين ريزيستنج سيلز مي ديسبلاي سيلف انتيجنز اللي بنقدر نستخدمهم اللي بقدر اللي بيرتبطوا عليهم السيلف رياكتيف حكينا تي لينفوسايتس. بالنسبه للبي بي 7 ليفلز الموجودين اكسبريشن على الانتيجين ريزيستنج سيلز بتكون لو، لانها هي بتكون حكينا كوستيمولاتور ديفيشنت، بس السي تي ال 4 بيقدر يرتبط بالبي 7 مع افينيتي بيكون 20 الى 50 مره اكثر من مين؟ من السي دي 28. هو حكينا بيعمل لك انه الارتباط هذا بين السي تي ال 4 مع البي 7 بيعمل لك تي لينفوسايتس انهيبيشن وداون ريجوليشن او تيرمينيشن للتي سيل ميديتد اميون ريسبونس. يعني هاي مراجعه بسيطه للفرق بين التي سيل ميديتد بالنسبه للسي تي ال 4 والسي دي 28. تمام، وحكينا انه السي تي ال 4 هي مهمه والبي دي 1 هم مهمين للسيلف تولرانس اندكشن والمينتنس. تمام، والاليمينيشن لو سوينا اليمينيشن للسي تي ال 4 هذا راح يؤدي لك الى ايش؟ زي ما حكينا سيفير تي سيل ميديتد اميون اوتو اميون ديزيزز. ليش؟ لانه هون بيصير ما بيكون عندنا تي لينفوسايتس انرجي، يعني اللي هو حكينا اللي هو تي لينفوسايتس انرجي انه يرتبط لك السيلف رياكتيف تي لينفوسايتس ونسوي لها ابوبتيسس وبتموت بالابوبتيسس. تمام، فهون بيكون عندك ديفكتس، بيكون الانرجي ما بيكون عندك انرجي بالنسبه للتي لينفوسايتس، وما بيكون عندك ايش سبريشن للتي ريجوليتور سيلز، لان التي ريجوليتور سيلز بتقدر تسوي سبريس للاميون سيستم عن طريق انها
تستخدم سي تي ال 4 عشان يسوي بلوكينج للبي 7 وتسوي داون ريجوليشن للاميون ريسبونس، فبالتالي هون الاليمينيشن للسي تي ال 4 راح يؤدي لك الى اوتو اميون ديزيزز. طيب شو الفانكشن تبعت السي تي ال 4؟ الفانكشن تبعت السي تي ال 4 فهي بتقدر ترتبط بالبي 7 حكينا with higher affinity than CD28، فهي تعتبر ايش؟ تعتبر competitive inhibitor. وهي ممكن ايش تشيل البي 7 مولكيول من السيرفيس اوف ذا انتيجين ريزيستنج سيلز وبتبتلعها، وهي ممكن ايش كمان ديليفرز انهيبيتوري سيجنالز اللي ممكن تسكر او انها تعاكس اللي هي الاكتيفيتنج سيجنالز الجاي من تي سيل ريسبتور والسي دي 28. كيف بتتم العمليه؟ سي تي ال اف 4 عنده سيتوبلازميك تيل، هذا عنده انهيبيتوري موتيف اللي ممكن ايش يعاكس الديبند السيجنالز اللي جاي من الاكتيفيتنج سيجنالز جاي من تي سيل ريسبتور والسي دي 28، فهو بيعمل على داون ريجوليشن اوف ذا اميون ريسبونس. كمان هو بيشتغل على هو كمان بيتحكم بالشغل تبع التي ريجوليتوري سيلز. كيف؟ لانه التي ريجوليتوري سيلز ممكن يستخدم سي تي ال 4 ليسوي لك بلوكينج للبي 7، بالتالي هو بيسوي لك انهبيت الاميون ريسبونس زي ما حكينا قبل. طيب شو في ايفيدنس اكتشفوها بالنسبه للسي تي ال 4؟ اكتشفوا انه لو صار عندك بوليمورفيزمز او يعني اختلالات بالجين المسؤول عن سي تي ال 4، هذا راح يؤدي لك طبعا لايش؟ لا اوتو اميون ديزيز مثل تايب 1 دايابيتس ميليتس وغرافز ديزيز. تمام، وسوى بالكلينيكال ميونوثيرابيز انه مع البروتينات اللي بتحتوي على انتي سي تي ال اف 4 انتي بودي، يعني بروتينات بتحتوي على مضادات لسي تي ال اف 4، فطبعا شو راح يصير هون عندنا؟ اوتو اميون ديزيز اوتو اميونيتي مع انفلاميشن ان فيروس اورجانز. وكمان انه بالنسبه للنوك اوت مايس لكن سي تي ال 4 شو راح يصير؟ كمان راح يصير عندك اوتو اميونيتي، شو راح يصير عندك؟ ان كنترول لينفوسايت اكتيفيشن لانه ما حيكون في عندنا داون ريجوليشن لا وانهيبيشن لللينفوسايت، وويذ انلارج لينف نودز اند سبلين اند فاتال مالتي اورجان لينفوسايت انفيلتريتس. ولو سوينا بلوكينج للسي تي ال 4 مع الانتي بوديز شو حيصير؟ كمان حيصير اوتوميون ديزيز. مثل مين؟ عندك انسيفالوميليتس. انسيفالوميليتس هذا لما تصير ايش؟ لما تجيب لك انت لقاح او الاميونيزيشن ما بيحتوي على المايلين انتيجنز، او ممكن يسبب لك اوتوميون ديزيز مثل الدايابيتس ميليتس لما التينفوسايتس يتفاعل مع الانتيجنز الموجوده بالبيتا سيلز تاعت البنكرياتيك ايلتس، اللي هي البيتا سيلز هاي المسؤوله عن انتاج الانسولين. تمام، فهي اللي هو شو الفانكشن تبعت السي تي ال 4 وشو التجارب اللي عملوها على السي تي ال 4 وشو اكتشفوا منهم. تمام، هلا خلصنا حكي عن السي دي 28 بي 7 فاميلي، هلا بدنا نحكي عن شوي عن البي دي 1 البروجرام سيل ديث 1. شو سبب تسمية البروجرام سيل ديث 1؟ قديما كانوا معتبرين انه البي دي 1 هذا مسؤول عن الابوبتوسيس تاعت التيلومفوسايتس، بس حاليا اكتشفوا انه ما لها دخل، وهي بس مسؤوله عن الانهيبيشن اوف ذا تيلومفوسايتس ومسؤوله عن الداون ريجوليشن. تمام، هلا في عندك تو ريسبتورز تو لايجانز تاعت البي دي 1، في عندك بي دي ال 1 اللي بيكون موجودين على الانتيجين بريزنتنج سيلز واذر مي تيشو اذر تيشو سيلز، وبي دي ال 2 الموجودين على انتيجين بريزنتنج سيلز. طبعا ارتباط البي دي 1 لا اي ليجاند سواء كان بي دي ال 1 بي دي 1 ارتباطه سواء بالبي دي ال 1 او بي دي ال 2 هذا راح يدي لك الى الان اكتيفيشن اوف تي لينفوسايتس وداون ريجوليشن اوف ذا اميون ريسبونس. وزي ما حكينا انه عندك النوك اوت مايس اللي هو اللي ما عنده بي دي بي دي 1 شو راح يدي لك؟ راح يدي لك الى اوتو اميون ديزيز مثل لوبس لايك كيدني ديزيز وارثرايتس ان different embryonic strains. تمام، في هلا استخدمنا نيو ثيرابيتيك ايجنتس فور ذا سبريشن لتثبيط المناعه لبعض الامراض الخطيره باستخدام ايش؟ كوستيميلاتوري باث ويز بلوكج. تمام، اول وحده عندك السي تي ال 4 اميونوجلوبولين. سي تي ال 4 اميونوجلوبولين هاي نفسها
سي تي لاف 4 اميونوجلوبيلين، وهي نفسها اللي اخذناها قبل محاضرتين تقريبا. زي ما بتعرفوا انه الاميونوجلوبيلين جي هو عنده ايش ذا موست سيرم هاف لايف، ليش؟ لانه عنده القابليه عشان ترتبط بمين النيوناتال اف سي ريسبتور الاف سي ار ان، فعشان هيك هي ذا موست عندها ذا موست هاف لايف. فعشان هيك سوينا فيوجن في سي تي ال 4 مع الاميونوجلوبولين جي، فالاميونوجلوبولين جي هذا راح يرتبط اميونوجلوبولين جي اف سي سيجمنت هذا راح يرتبط مع الاف سي ار ان راح يعطيك اللي هو لونج ان فيفو هاف لايف. اما بالنسبه للسي تي ال 4 راح يدخل لك راح يرتبط لك بالبي 7 كوستيميليترز، فلما ارتبط بالكي 7 كوستيميليترز فهو سوى بلوكينج لل سي دي 28 بي 7 بايندينج، يعني ما في تي لمفوسايز اكتيفيشن. وهذا بنستخدمه كعلاج، استخدموه كعلاج بالنسبه ل كثير من الاوتوميون ديزيزز مثل الروماتويد اثيراتيز، وكمان استخدمناه بالسورياسيز والكرونز ديزيز، وكمان بنقدر نستخدمه لمين، نستخدمه لعلاج الترانسبلانت ريجكشن الرفض المناعي لزراعه الاعضاء. كمان هلا لما نسوي انتي بوديز، لما نجيب لك انتي بوديز ونسوي بلوكينج للانهبيتور ريسبتورز اللي هي سي تي ال 4 والبي دي 1، هاي يستخدموها بالكلينيكال، او هذه ادي لك الى ايش اوتوميون ديزيز طبعا، لانه يعني ما في عندنا داون ريجوليشن للاميون سيستم. لو كان عندنا لو سوينا استخدمنا انهيبيتورز لا سي دي 40 سي دي 40 ليجاند سي دي 40 سي دي 40 ليجاند، حكينا هذا بنستخدمه للاكتيفيشن اوف تي لمفوسايتس وبيزيد لك من الاميون سيستم اميون ريسبونس، وهذا بنستخدمه بالكلينيكال تريالز لعلاج ايش الترانسبلانت ريجكشن، استخدموه لكرونيك انفلاماتوري اوتو اميون ديزيزز.